71 113 ألف، حتى تمضي ساعتين نتاع الليل المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير. السلام عليكم. مرحبا بك. اسم أختي المستعار عفاف. مرحبا بك عفاف، قداش عمرك لله؟ 28 سنة. ايش نعمل في الدنيا؟ ديزون اكتوالمون بطالة. بطالة، مرحبا بك ليلى. قل لي شنو مقلق اختي ليلى، وشنو اللي يخليك تطلبنا باش تحكي معنا؟ اللي خليني نكلمكم هي علاقتي بانسان معرس. وين تعرفت عليه؟ تعرفت عليه من هنا صغيرة، نعرفه عندي سنين. معناتها كانت من اول علاقات في حياتي. قداش من عام عندها الحكاية؟ ديزون 8-9 سنين. أمين عرفت قبل ما يعرف، قبل ما عرفت وانا صغيرة. أيام وبعد هو سافر خرج عايش برا وعرف دوري، وأنا شفت حياتي وعملت خطيب وبدت معناتها قعدنا صحاب. تيجي فاكونس نتقابلوا، تعرفتني على مرته وعرفته على خطيبتي دونيتون، خرجنا مع بعضنا برشا مرات. بعد قعد كل ما يجي لتونس يكلموا. فما مرات جي فيهم وحده، جي فيهم وحده تتبدل هكا شوية الصحبة. ما انك تحس لي فما حاجة هكا نميلوا لبعضنا. حكيتوا فيها ولا ما حكيتوش؟ ما نحكيوش فيها، تمشي كيكا بطبيعتها. بالك في اما ديما في احنا كوني كونسيون، كل واحد عنده حياته. ايه سامحني، وانتوما تخرجوا مع بعضكم وحدكم؟ تخرجوا على اساس؟ نخرجوا وحدنا، نخرجوا مع اصحاب، نخرجوا. اي اش تحكيو؟ اش تحكيو؟ حكيتوا فيه الموضوع هذا ولا ما حكيتوش فيه؟ قبل ما كانيش نحكيو فيه، توا حكينا فيه. توا اللي تحكي المده الاخيره. فوالا، كيفاش حكيتوا فيه؟ كي رجع يعيش في تونس. اش حكيتوا ايه؟ كي رجعنا كل يوم نتقابلوا، رجعنا اصحاب. تطورت العلاقة بيناتنا، فما حاجة هكا نفهمو يفهمني، نعدي وقت بيجي مع بعضنا معناتها، ما نقلقوش، نجم نتقابلو حتى كل يوم. ومرته وصغارو رجعوا معاه لتونس؟ هو إيه، وقتها ماما رجعوا معاه بعد شهر مشاكل. وأنتي وخطيبك؟ لينا ما عادش، مع خطيبي عندي برشا معناتها. بالكل. إيه، بطبيعتها معناتها مشيت في ثانية أخرى ديك الحكاية على روح. فهمتك. وهو سافا إلي أون بون تيرم مع مرته ولا؟ لا، فما مشاكل. فما برشا مشاكل. عنده برشا مشاكل، ما نحبش نعرف أنا ديتاي. وأنت معناتها كيفاش ما تحبش تعرف لي ديتاي وأنت على علاقة بالراجل هذا؟ من حياتي الزوجية ما نحبش نتدخل فيها. إي أما أنت ما نحبش نعرف لي ديتاي نتاعها معناتها. أنت معناتها نجم نحكي على علاقة حب بينك وبينه والا علاقة؟ فما علاقة حب، فما. وين باش توصل؟ إذا كان الراجل معرس ما عودش في حياته مرة أخرى، وأنت تلقى روحك داخلة في علاقة مع راجل عنده ديزونجاجمون آخرين، مرأة وصغار وعائلة حتى ولو عنده معهم مشاكل، حتى ولو عنده مع مرته مشاكل، معناتها انت لهنا حطيت روحك مازال في موقف واضح بالنسبه لي هو وجودك في حياته ولا مش واضح؟ هو بيدو ساعات يقول لي مش واضح، خاطر بارفوا ديسيد باش نبعد، وانا بيجي نحاول ساعات باش نبعد ما نجمش، معناتها هو ما يخلينيش. اول ما يشد معايا صحيح ساعة نركح، وحتى هو كي انا نحاول باش كيف معناتها ما نجموش نبعد. حتى كان انا مقتنعه باللي نعمل شيء غلط وما عنده وين يوصلني، مي ما نجمتش نبعد. ما نضيع وقتك في الفارغ. نحس روحي اللي قاعده نضيع في وقتي، ونحس العمر قاعد يمشي بيا، ونحس اللي جاني فرص باش عرفت حتى عبيد ما خير، يعني عرفت حتى عبيد خير منه. مي ما نجمش نكمل مع حتى حد اخر، ما نجمش نقعد مع حتى حد اخر، نلقى روحي نرجع له لهوا، نحب نقعد مع هوا مهما كان. اما
حلقة مفرغة، عرفت حلقة دور 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 في الفارغ، خاطر لو كان جات حلقة معبية راهو شاف حياته، أما هو موصل مكمل. أي هو الفجير راهو اللي هو أنا راهو ما يخدمني على حد، معناتها أباغ عائلته تو سو كي لونتور معناتها اللي داير دارين يعرفوا اللي أنا معاه ويعرفوا اللي أنا على علاقة معاه، معناتها كيف ما أنا اي ما هذه باش يزيد يعقدها، يعقد الحكاية أكثر من اللي يحلها. اي علاش نفسك أنا أختي الحكاية معقدة. هو اسمعني، أنت حاجتك بيا الرجل هذا، إيه سوبوزون اللي عنده مشاكل مع مرته وما يحبش يكمل معاه. اي سيبوزون حتى زي اوتوماتيك انا سيبوزون كان هتفضلت وكان متعلق في يجمي في هذا المتعلق وانا نرضى بطفولي ذكا ربيكي اللي ما عندي حتى مش اكزاكتوم العبيد شنو باش تقول عليا انا نقعد معاه في نفس الدار هو ومرته، فما عبيد يتخايبوا لي احنا صحاب اوتونك صحاب عبيد كوبلوي صحاب، فهمت ما حتى عائلتي نهاري خرج كثير من فضمة كانوا يسمى انا على علاقة مع رجل ذكا ما فهمتنيش باقي. سيبوزون الراجل هذايا ما هو سعيد مع مرته ويحب يطلق وياخذك انت، ما هو هذا هو هو هذايا السيناريو الكلاسيكي، ما انت سيديو كلاسيك، ما انت ينجم ينجم راجل معرس تعرف على واحدة يطلقوا بشي اخوها وحر في هذايا، كل واحد حر في حياته يعمل اللي يحب في حياته، وهذا سيناريو موجود في مجتمعنا سابو اريفي معناتها، فهمت الراجل هذا عنده الاستعداد هذا بالحق والا ما ينجمش. ما نعرفش سالته ولا ما سالتوش، كي يقول لي انا ما نعرفش وين نجم نوصل معاك، معناتها لا فا مانيش عارفها شنو، و او ميم طون انا نعرف اللي هو اكتوالمون في برشا يتعلق على خاطر فما طفل هذاك. اي دونك ضيع في وقتك في الفارغ. اي فكريك كيفاش ناخذ القرار باش نبعد ما نجمتش. لا لا شو شو اسمع، لا لا ريت كي خديت القرار باش تدخل في العلاقه هذه خديت ماك قرار باش تدخل في العلاقه هذه هكا ولا تاخذ قرار باش تخرج من العلاقه هذه سينو سي مال فيو قدام الناس مسوح برازا مارس تفهم فيه وشوف ياخدك شوف لا، خطر الناس هذا شو يقولوا شوف يا خواه شوف ما يا خواهش، نحكي لك بالمعنى التقليدي راه بلغة عامة الناس معناتها العباد شو يقولوا فهمتني، سينو كل واحد حر في تصرفاته راه يعمل اللي يحب يخرج مع شكون يحب ويقعد مع شكون يحب ويعاشر اللي يحب وكل واحد حر في حياته، ما انت ما فهمت ما نقول لك انا اللي 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 سو ديزون يتقال فهمت، انا شو نقول انا نقول انت علاش تضيع في وقتك في حاجه ما فيهاش نتيجه اصلا، عمليه خاسره من الدقيقه الاولى. ما نجمش والله نحاول 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 نعطي روحي فرصه، ساعات نقول ما نتعرف على اي واحد انا بار اكزومبل مثلا ما نجمش، اول العيوب اللي يتخلقوا في الدنيا الكل مخلقهم فيه الطفل هذاك فهمت، واول ما يكلمني الاخر نمشي له نجري. اي وهذا مفهوم انت فهمت، اما نقول لك حاجه شوف كان جاي يحب يضحي بالحق وعشتو بيك بالحق وعينه فيك بالحق يعمل بالحق اللي ما تصوروش على خاطرك، مادام ما عملوش ما هوش باش يعمل. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. اش باش تعمل ايه؟ معرفش، نحب ناخذ قرار باش نبعد و ما بقيتش كيفاش نتقوى ما بقيتش اون بليس مانا فما حتى عنده حاجات اللي حتى باغ اكزومبل في اسوء الظروف كيما انا توا نلقاه كي هو
عنديش غيره معناتها هكا تلقاه كان هو تلقاه. نلقاه المشكلة اللي احنا صحاب قبل ما نكونوا كوبل. مالا خليك افصل الانسان اللي نجم نحكي له كل شيء، نجم افصل يفرح قلبي، نجم نكون مطمئن. افصل هنا اقعدوا صحاب. ما نجمش انبوسيبل. مالا مدموزيل باش تقعد في الحلقه هذه ماكش باش تخرج. يلزم كل شيء بيدي انا، لازم ناخذ قرار. وبدو زاد حتى هو كان حاول نفر ما يخليني يعملهم الكل بشي حتى اللي ما نفش عليه التليفون هذا يحب يعيش مع زوز من الناس مش مع واحد برك. انت على الاقل هكا تحب تعيش مع واحد برك، اما هو يحب يعيش مع زوز. هو حر ده بالراس واموره. قداش عمرك انت؟ 27. خمن في روحك شوي، خمن في روحك شوي. ما اي ما تخممش فيه برشا. نكون انانيه شويه. بيان سور خير. الانسان اناني بطبعه. يحب نعطيك اكزومبل. نقول لك اقتل روحك توا، ارمي روحك توا، باش تقتل روحك توا. ما تعملهاش. ما تعملهاش. لانه حب البقاء وانانيه الانسان في انه يبقى ويعيش أكبر من أي حاجة أخرى. جيست بسط لك الموضوع. خليك أنانية وعيش حياتك وما تتبعش الأوهام وحكاية الفارغة. حتى ولو أنك تحبه ماهيش حكاية فارغة. جوست لا لا راهو اسمعني أنا بسط لك ونحكي معاك بلغة معناتها لغة الناس الكل. فهمت؟ صباح الخير يا ليلى وليلتك زينه وليله سعيده. يعيشك ماضي ساعه و33 دقيقه على موزايكا فام. زلت معكم في استقبال مكالمتكم الهاتفي على الرقم 71 113 ألف. معايا صديقي صالح في اخراج هذا البث المباشر، صديقنا اشرف في تامين البث المباشر على الفيسبوك والديجيتال، وصديقنا شاكر مازال في استقبال مكالمتكم الهاتفي على الرقم 71 113 ألف.